بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. جيناكم اليوم بتمرين في الاحتمالات. يقول: تكون قسم مختلط من 18 تلميذا و12 تلميذا، يرى تشكيل لجنة للقسم تضم رئيسا ونائبه وأمينا. على بالنسبة للترتيب، هنا الترتيب مهم. ما هو عدد اللجان التي يمكن تشكيلها؟ ما هو احتمال تشكيل لجنة بحيث يكون الأمين تلميذا؟ التلميذ إكس موجود في اللجنة، يكون الرئيس تلميذا والأمين تلميذا. دال الرئيس ونائبه من جنسين مختلفين. بعدها قال: نفرض أن الرئيس تلميذ والأمين تلميذا، وأن التلميذ إكس لا يريد. نفرض أن الرئيس تلميذ تلميذا والأمين تلميذا، وأن التلميذ إكس لا يريد الانضمام إلى لجنة تضم التلميذ إيغريك. ما هو عدد اللجان التي يمكن تشكيلها في هذه الظروف التالية؟ إذن هذا هو التمرين. يتكون قسم مختلط من 18 تلميذا و12 تلميذا، يرى تشكيل لجنة للقسم تضم رئيسا ونائبه ونائبا وأمينا. ما هو عدد اللجان التي يمكن تشكيلها؟ ما هو احتمال تشكيل اللجنة بشروط أن يكون الأمين تلميذا؟ ب: التلميذ إكس موجود في اللجنة، يكون الرئيس تلميذا والأمين تلميذا. الرئيس ونائبه من جنسين مختلفين. والسؤال الثالث مستقل عن ما سبق. قال: نفرض أن الرئيس تلميذا تلميذ والأمين تلميذا، وأن التلميذ إكس لا يريد الانضمام إلى لجنة تضم التلميذ إيغريك. ما هو عدد اللجان التي يمكن تشكيلها؟ إذا نبدأ على بركة الله بالنسبة لعملية الحل. ما هو عدد اللجان التي يمكن تشكيلها؟ هنا لدينا 40 تلميذ، منهم 18 تلميذا و12 تلميذا. إذا على بركة الله، إذا نبدأ بالحل. إذن هنا حتما نستخدم الترتيب، لأن هنا الترتيب مهم ومهم جدا. بما أن الترتيب، إذا نأخذ من أربعون تلميذ، أو نأخذ من 30 تلميذ، مجموع 12 و18 مجموعهما 30. نأخذ من 30 تلميذا، نأخذ منهم 3. إذا نقوم بعملية حسابها باستخدام، قلنا نحسبها 30، شيفت، نضغط على MPR. إذا MPR نأخذ 3 من بين 30. إذا 3 من بين 30 تعطينا 24360. قمنا بعملية حساب عدد الحالات أو عدد اللجان التي يمكن تشكيلها في هذه الحالة. بعدها ثانيا قال: عملية حساب الاحتمال تشكيل اللجنة بشروط، بحيث أن يكون الأمين تلميذا. يقول الأمين هو عبارة عن تلميذا. إذا لدينا الأمين تلميذا، عدد الحالات الملائمة في هذه الحالة هو كما يلي. إذا عدد الحالات الملائمة، إذا تلميذا، ماذا يعني هذا؟ إما أن تكون، إذا تكون الأمين تلميذا، معناها سوف تكون في لدينا الرئاسة والنيابة، وإذا الرئيس ونائبه والأمين. إذا التلميذا حتما هي عبارة عن الأمين، الأمين اللي هو رقم 3. إذا ولدينا كم من تلميذا؟ لدينا 12 تلميذا، 12 تلميذا. إذا يمكن أن تكون التلميذة رقم 1 أو رقم 2 هي الأمينة. ويبقى لدينا كم يا شباب؟ يبقى لدينا 29 تلميذ مختلط. إذا 29 تلميذ مختلط، نأخذ منهم 2. إذا كانت تلميذة 1 هي الأمين، يبقى لدينا 29، نختار منها 2. والتلميذة 2 تكون الأمين، نختار من بين 29 نختار 2، ويتبادلان الرتب بين النيابة والرئاسة. إذا ونقوم بعملية الحساب. إذا يعطينا 12
29 نأخذ منها 2 وتساوي إلى 812 اللي هي هذه الترتيبة مضروبة ب 12 فنتحصل على 9744. إذا الاحتمال هو عدد الحالات الممكنة أو الملائمة على عدد الحالات الممكنة. إذا عدد الحالات الممكنة الكلية اللي حسبناها سابقا ها هي عدد الحالات الملائمة التي حسبت الآن. إذا سمينا هذه الحادثة ثم سميناها أ، إذا احتمال الحادثة أ هنا هو عبارة عن 0.4. إذا هذا في حالة ما إذا كان الأمين هو عبارة عن تلميذة، تبقى الرئاسة والنيابة نختارها من بين 29 إما بنت أو ولد، تلميذ أو تلميذة. إذا باء قال أن التلميذ إكس موجود في اللجنة، إكس موجود في اللجنة، أحمد موجود في اللجنة، عمر موجود في اللجنة. إذا موجود في اللجنة إما أن يكون رئيسا هذا الأحمد أو الإكس، إما أن يكون رئيس، إما أن يكون أمين، إما أن يكون النائب. إذا بالنسبة للإكس لديه 3 مراتب، إما أن يكون هو الرئيس، إما أن يكون هو النائب، إما أن يكون هو الأمين. إذا هذين المرتبتين بقي لدينا كم من تلميذ يا شباب؟ بقي لدينا بالنسبة لمجموع التلاميذ ككل بقي لدينا 29 تلميذ، وتبقى يبقى منصبين يتداول على المنصبين، إما أن يكون النائب أو يكون الأمين، وهنا إما أن يكون الرئيس أو الأمين، وهنا يمكن أن يكون هو يمكن أن يكون الرئيس أو نائبه بالنسبة للمراتب الثلاثة. إذا هنا نختار هذين المرتبتين، نختارها من بين كم؟ من بين 29 المتبقية مع ننزع الإكس، تبقى 29 تلميذا نختار منه بالترتيب، بالترتيب هنا بالترتيب معناها A اللي هي عبارة عن A 29 2. إذا مكرر كم من مرة؟ 3 مرات، وعليه نقوم بعملية حساب عدد الحالات الملائمة لهذه الحادثة، هي عبارة عن ماذا؟ هي 3 في A 29 2. 29 2 معناها الترتيب هنا ترتيب مهم، ونقوم بعملية الحساب فنتحصل على أنها عبارة عن 2436. هذه نستطيع عملية حسابها بالآلة الحاسبة كما سبق وذكرنا، ومنه إذا عدد الحالات الملائمة على عدد الحالات الكلية اللي هي عبارة عن 24300، نتحصل على احتمال هذه الحادثة هو عبارة عن 0.1. 0.1 هذا بالنسبة لهذا الملف الذي نقوم بعملية العمل به. إن شاء الله نترك رابط تحميله مع هذا الفيديو إن قدر الله. إذا بعدها لدينا الحادثة جيم. الحادثة جيم قال أن يكون الرئيس تلميذا والأمين تلميذة. إذا حدد أن الرئيس هو التلميذ والأمين تلميذة، أما النائب إما أن يكون ذكرا أو أنثى. إذا هذا هنا الرئيس تلميذ والتلميذة هي الأمين. بقي لدينا منصب واحد، هنا لدينا هذا الواحد مأخوذ من بين كم من تلميذ؟ العدد التلاميذ هو 18، عدد التلاميذ هو 18، وعدد التلميذات هو 12. إذا هذا التلميذ مأخوذ من بين كم؟ من بين 18، معناها بما أن الترتيب مهم نستطيع استخدام الترتيبات هنا، نكتب هو A من 12 واحد، و إذا التلميذة في هذه الرتبة إذا هي مأخوذة من بين كم؟ 18 واحد مضروبة في ما تبقى من التلاميذ، عندما نأخذ الأمين والرئيس إذا يبقى 28 تلميذا مختلطة، نأخذ منه تلميذ واحد، ونستطيع عملية الحساب بالشكل التالي. إذا بالنسبة لهذه الحالة التي قمنا بعملية رسمها، إذا هنا بقي لدينا الاختيار، نختار من 28 نختار
واحد تعطينا 28، وعليه نقوم بعملية الحساب كما يلي. هذه الأ واحد 28 مضروبة في هذه الاثنى عشر، هي عبارة عن من هي عبارة عن الأ 12 واحد، الأ 12 واحد تعطينا 12، والأ 18 واحد تعطينا 18، والأ 28 واحد تعطينا 28. نقوم بعملية الحساب الجداء فنتحصل على أن الناتج أو عدد الحالات الملائمة لهذه الحادثة هي عبارة عن 6048. إذن ومن هنا نقوم بعملية حساب احتمال هذه الحادثة التي سميت على بركة الله سي. إذن ومنه نقوم بعملية الحساب فنتحصل على أن احتمال هذه الحادثة هو عبارة عن 0.248. نستطيع عملية استخدام الآلة الحاسبة لعملية حساب هذا الحساب هنا، ونفس الشيء بالنسبة للحسابات السابقة الذكر. إذن هذا بالنسبة لجيم دال. ماذا طلب يا شباب؟ إذن طلب بالنسبة لدال قال أن الرئيس ونائبه من جنسين مختلفين، معناها أن الرئيس إما أن يكون الرئيس ذكر ونائبه أنثى، أو تكون إذن إما أن تكون تلميذة هي يكون التلميذ هو الرئيس والتلميذة نائبه، أو التلميذة هي الرئيس والتلميذ نائبه. إذن هنا من جنسين مختلفين، ويبقى هنا الأمين يختار من بين ما تبقى. كم تبقى هنا في هذه الحالة؟ تبقى هنا 28 تلميذ مختلط. إذن هنا لدينا هذه الحالة تعطينا نختار تلميذ من بين 18 نختار تلميذ، ومن بين 12 نختار تلميذة، ومن بين المختلط اللي هو المتبقي اللي هو 28 نختار تلميذ أو تلميذة واحدة. إذن بالنسبة للحالة الثانية نفس الشيء، معناها نقوم بعملية الضرب في اثنان. إذن بالنسبة لعملية الاختيار هنا قمنا بعملية الحساب بالشكل التالي. كنا نستطيع عملية الحساب كما قلنا، إذن التلميذ من بين 18 تلميذا، وتلميذة من بين 12 تلميذ، والأمين نختار من بين ما تبقى. نفس الشيء سوف نتحصل على نفس الحساب، ونتحصل على أن الناتج هو عبارة عن 12,096. أو نحسب هكذا، مثلا الرئيس هنا هذه الكتابة ماذا تعني؟ تعني أن الرئيس تلميذ، والنائب والأمين تلميذتان، أو يكون الرئيس والأمين تلاميذ، ونختار تلميذة من بين 12. هي نفس الشكل، فسوف نتحصل على نفس النتائج. إذن هذه هي عدد الحالات الملائمة لهذا الشكل، أو قلنا نكتبها مباشرة، هي A 12 واحد في A 18 واحد في A 28 واحد مضروبة في اثنان، نتحصل على نفس الحسابات. وإذا من بين 12 معناها هو 12 أمبير واحد مضروبة في هذه التلميذة، والتلميذ مختار من بين 18، ونختار من بين 28 المتبقية نختار كذلك تلميذ واحد، ونضرب الكل قلنا في اثنان، نتحصل على الناتج هو نفس الناتج السابق. ها هو هنا هو نفس هذا الشكل. إذن بعدها لدينا بالنسبة لعملية الحساب، إذن عملية الحساب عدد الحالات الممكنة أو الحالات الملائمة على عدد الحالات الممكنة الكلية، نتحصل على احتمال هذه الحادثة هو عبارة عن 0.496. إذن بعدها لدينا السؤال الثالث، قال عدد اللجان التي يمكن تشكيلها في هذه الظروف. ظروف في حالة ما قلنا الإكس هذا
اللي هو تلميذ لا يريد أن يكون في لجنة فيها التلميذ إيغريك. إذن في هذه الظروف سوف نقوم بعملية اختيار التالي. هنا لماذا قمنا بعملية الضرب في ثلاثة؟ إذن هناك التلميذ مثلا التلميذ إكس، قمنا بعملية نزعه، إما أن تكون اللجان مشكلة من إكس والتلاميذ المتبقيين. إكس معروف اللي هو عبارة عن شخص أحمد أو محمد أو إلى غير ذلك. إذن إكس إما أن يكون رئيس، إما أن يكون النائب، إما أن يكون الأمين. إذن هذا الإكس نختار معه اثنان من بين 28. إذن لدينا بالنسبة لي الإكس يأخذ الأماكن الثلاثة، الرئاسة، النيابة والأمانة. إذن ونختار معه اثنان يتبادلان المراتب بينهما. إذن هنا نختار من بين المتبقيين اللي هو 28، معناها الإيغريك قمنا بعملية نزعه والإكس نزع. إذن 28 نأخذ منها اثنان بالنسبة لعملية استخدام التبديلة والترتيبة. زائد هذه اللجان هنا، هذه اللجان تتشكل، هي لجان تحتوي على التلميذة إيغريك. تلميذة إيغريك، تلميذة إيغريك إما أن تكون الرئيس، النائب أو الأمين. إذن عندها ثلاث حالات. إذن والشخصين اللذين يكون معها يختار من بين 28 الباقية، أو نختار، إذن ننزع الإكس وننزع الإيغريك اللذين لا يريدا أن يكون في نفس اللجنة، ونختار من بين 28 نختار ثلاثة، مع العلم أن إكس وإيغريك لا ينتميان إلى هذه اللجنة. ومنه نقوم بعملية الحساب هذه الترتيبة، فنتحصل على أنها 24192. نبدأ اللجان التي يمكن تشكيلها. هنا عدد اللجان التي يمكن تشكيلها هو عبارة عن 24192، هو عدد اللجان التي يمكن تشكيلها. وهنا لم يطلب الاحتمال كم هو. إذن هذا هو التمرين. بارك الله فيكم والسلام عليكم. كان معكم الأستاذ جبير أحمد من المدرسة.